انا جيت. غور الله يقطع فوق اصحابك، جبت لنا الجرب وجبت لنا بتاع، حتى المرأة ما رضيت تشيل منك. غوري محدش عايز يقرا العيال، وانا كارك وكاره العيال اصلا. غوري معلش، راحت فين والله؟ لا اعرفش، انا عايزين 100 جنيه حق القطه. 100 جنيه؟ ايه يا ابوي؟ رميتي قطه ب10 ارواح ولا ايه؟ ليه يقتل قطه واصحابها؟ قلت مين يا عاد؟ انا يا عاد. اجيب لك ايه يا عاد؟ كمان انت ايه مزعول انت واخواتك كده؟ قلت ايه اللي خدتها دي يا عاد؟ ما غارت غاره. لا لا تجيب القطه يا ولد، ده مربي المرض للبيت كله يا ولد. لا لا ما فيش مرض يا ولد. دمك راحت لجميع الدكاتره عشان حكايه الحمل دي، كل ما تروح الدكتور يقول لها مرض المرض مرض القطط. اصحابها 100 جنيه. 100 جنيه مين يا راجل؟ ولا 100 جنيه يا والله العظيم، ما تقول لي والله ما تقول لي خد 100 جنيه وخد قطعه اغلى، والله ما عايز. خلي لك انت بس ال 100 جنيه وسيب القطعه غورها، ما تروح تغور. لا نجيب القطعه يا تغورها يا ولدي. خلينا نجيب لنا حته عيره نخوفكم يا ولدي. يا ابويا المره كل ما تروح للدكتور يقول لها مرض القطط القطط. لا ده احنا هنروح المانيا بسبب القطط. لا يقطع القطط واصحاب القطط، واليوم اللي شفنا فيه القطط ده مرة ليش؟ انت مجربي مجربي مش مجربه، ما سبحناها يا ولدي. سبحتها في التور يا جالها بالهرسي. ارحمني يا ولدي، جالها المرض اللي تعبينا كلنا داي. كل واحد يشيلها يجي له جرب ويجي له مرض بالهرسي. بعد كلنا مش مخالفه. اروح فين يا رب؟ اروح فين يا رب من القطه بتاعتك داي؟ ما ماتت، ماتت. وما لوتكم عندي ماتت. ما ضربتها العربية. خلاص تجيب 100 جنيه حقها. يقطع قوض اصحابها يا راي غور بلا 100 جنيه. والله لو لقيتها 100 جنيه في الارض ناخذها. انا قارت